السلام عليكم. احنا الان في وقفه احتجاجيه للمديريه امام المديريه الاقليميه لكابتن الدمعه الفيدراليه الوطنيه الاقليميه، وهذه ان شاء الله الا البدايه. احنا كنا كننتظروا انه يكون شي حلول ويكون شي بوادر ديال الانفراج ديال الاضرابات اللي هي واخدينها الساده الاساتذه، وحنا نطالب ولا زلنا نطالب. هذه الا البدايه، هذه البداية، هذه خرجة وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية، وإن شاء الله سنواصل النضال، سنواصل الكفاح من أجل أن ولدنا يقرأ، وتحت شعار ديال أن ولدنا يقرأ. حنا كي قال الأستاذ الكريم لم نتلقى أي جواب من أي أحد، ولكن هذا لا يعني أننا سنتوقف، سنناضل، سنكافح، سنحتج، وإذا تطلب الأمر سنصعد أمام الولاية وأمام الهيئة العليا في الرباط إن شاء الله بحول الله. هذه وقفة كي قلت أنا يا قبيلة بأنها وقفة بديناها على الصعيد الإقليمي، الصعيد الفيدرالية الوطنية الإقليمية، وإن شاء الله كنتمناو انه هذا الشيء الى ما تحلش المشكل، لانه مشكل عويص. انا الوليدات ديالنا دابا معرضين في الشوارع، معرضين بزاف ديال الامور اللي هي لا يحمد عقبها، من المخدرات، من التشرد، من الضياع. ولكن ان شاء الله كنتمناو الله سبحانه وتعالى انه يفتحوا معنا قنوات ديال النقاش، وراه السيد الرئيس الفيدراليه يناضل ويكافح، ونتمنى ان شاء الله الانفراج في الامور ان شاء الله. شكرا جريدة أشواق على التتبع ديالها والمواكبة ديالها الإعلامية للوقفة الترافعية من أجل المدرسة العمومية. وقفة بطعم الحسرة، وقفة بطعم المرارة، وقفة بطعم الإحساس بالخذلان والإحساس كذلك بالقهرة لدى الآباء ولدى الأمهات. اليوم الجميع بدون استثناء يقول بأنه الآباء والأمهات أبناؤهم وبناتهم يضيعون. ولا شك أن المكان الطبيعي الذي يجب أن يتواجد فيه وهو المدرسة العمومية، المدرسة المغربية، اليوم تفتقد لأبنائها وبناتها. أبناء الطبقة الفقيرة والمعوزة اليوم يناشدون الجميع بدون استثناء، يناشدون المسؤولين على أن المكان الطبيعي والأساسي والأصلي للتلميذ المغربي هو المقعد الدراسي بالمدرسة العمومية. دابا حنا اليوم تنتواجدوا قدام النيابه، نطالب باعاده اولادنا واطفالنا والتلاميذ للدراسه. انا راه صراحه هاد الناس تعسفوا بزاف على التلميذ. لا شكون الضحيه الاولى هو التلميذ، راه ماشي لا وزاره ولا اطر، راه كلهم اللي قال هذاك الحمد لله هما راه قالت، ولكن شكون الضحيه الاولى والدرجه الاولى ذاك التلميذ؟ تعرضوا للشارع هذاك التلميذ. لان حاليا دابا فين تيكون الاغلبيه الوقت تاعته هو القسم هو الدراسه تاعته، ولكن دابا التلاميذ ما كاين جميع الحلقات الدراسه مشات لهم. يعني التلميذ ضاع علينا، راه مشاو لينا ولادنا. يعني اش هو الحل الجذري اللي خص يكون باسرع وقت؟ لان تنطلبوا دابا حل جذري باسرع وقت، لا ما يبقاش هذا الشيء في التماطر، لان هذا الشيء تيتهدد بسنه بيضاء حشومه عيب وعار. لان شكون هو الضحيه كي تنقولوا؟ هو ذاك التلميذ، هو ذاك الطفل. علاش بيضيع علينا؟ ولا صاحب الجلاله نصره الله تيقول لك لا للهدر المدرسي، لا للهدر المدرسي. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.